اليوم هنتكلم على جهاز الإبسايمر ليزر المتوفر حديثاً في وحدة الليزر وقسم الأمراض الجلدية بمستشفى دكتور سليمان فقيه. الإكزايمر ليزر ويصدر منه أشعة خاصة بتعمل على تحفيز الخلايا الخارجية وإحداث تغيرات خارجية مهمة للمعالجة دون اختراق الأنسجة الداخلية للجسم، مما يجعله أكثر أماناً. جهاز الإكزايمر ليزر واحد من أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة حديثاً في علاج كثير من الأمراض الجلدية، ومن أهمها مرض البهاق، خاصة الحالات الموضعية التي لا تستجيب للعلاجات الموضعية والعلاج بالأشعة فوق البنفسجية بجهاز الناروبان. يستخدم أيضاً في علاج حالات الصدفية الموضعية وحالات الثعلبة. عدد الجلسات بجهاز الإكزايمر ليزر بيتم تحديدها من قبل الطبيب المعالج، وتختلف عدد الجلسات من شخص لشخص حسب استجابة كل مريض. جهاز الإكزايمر ليزر آمن تماماً لكل الفئات العمرية، نستخدمه في علاج السيدات والرجال والأطفال في كل المراحل العمرية، وآمن تماماً في فترة الحمل والرضاعة للسيدات. العلاج بجهاز الإكزايمر ليزر بيكون آمن تماماً بدون أي ألم وبدون أثار جانبية. دمتم سالمين.